كندير هكا شويه ديكور، مسكنا شويه ديكور. ندير شويه سنوج، نرجع لكم. شعلت الفور 210، تشعل الفور في التحت، كي يطيب في التحت تشعل الفور في الفوق. السلام عليكم، مازال في اللوان، صح رمضان وين. نحب ندير الخبز اليوم، ندير الخبز في الفور، اطخ مع الخبز. واش درت هنا؟ هنا درت جوج الكيلان تاع سميد ناعم، وهنا درت جوج الكيلان تاع فارينة، هنا درت واحدة ساشي خميرة كيميائية. نزيد له شوية سانوج، سانوج. هنا درت معلقة كبيرة تاع سكر، معلقة كبيرة تاع خميرة الخبز، وزدت شوية ماء دافي، خليتهم هكا باش يخمر. دركا نخلط السميد والفارينة، ندير معلقة صغيرة تاع الملح، وندير جوج معالق كبار تاع الزيت. واحدة دركا نخلط الزيت والسمن والسميد والفارينة، قلبنا رمضان. دركا ندير الخميرة، دركا ندير الماء الدافي، نعجن العجينة نتاعي. اللي عندها روبو دير روبو، ديني ساعات بيتخا تخدم بيتخا، أنا ندير بيدي، نحب نعجن العجينة نتاعي بيدي. والله الحباب نعجن العجينة نتاعي دركا، نعجن على قط لينو، حاجة اللي تعجنوها بيدين خير. طيب الحباب نكملو هكا العجينة تاعي، نديرو شوية شوية الماء ونعجنو حتى تخرج العجينة كيما العجينة تاع الخفيف. تسخد معاك شوية شوية بوان تاع الفيغا ما تفرض لاباطنية لي نسميها من السفنج. دركا ندير معلقة كبيرة تاع زبدة طرية، بس أنا وقتي جو طمقرنت ويدية. هاي الحباب شوفوا كيفاش تخرج العجينه، وكان في دفع على باطني سالي شويه. فوالا دوكا نخليها تخمر هكا حوالي ساعه، باش تجي هكا واحد الساعه وبعد نرجع لكم. الحباب دوكا نخلي العجينه هنا ترتاح واحد الساعه نرجع لكم. الحباب هوليك العجينه تمرت، ندير شويه فارينة، لازم نديروها هكا باش نخلي كاين. نقسم العجينة تاعي على ثلاثة،
فيهم على ثلاثة. دوكا نخليها هنا، نخليها هكا واحد 20 دقيقة تجاكي، واحد 20 دقيقة باش تسهلكم الخدمة. ولا يا الحباب هاوليك خليته يخمر مثلا يجي خفيف يشوف. هنا درت جوج صفار البيض وشويه الحليب ذا يخمر، شويه السيني فوراز متملالين وشويه ويفكي. فوالا شوفوا كيفاش طاب الخبز نتاعي الحباب. نطول كنخليه يبرد مثلا ماشي دي با الخبز نتاعي حبايين ثلاث جاري سميو. مبالوش ومن بعد نحط لكم الوصفه.